الخبر الأول اللي عدنا عن نهاية صداقة محمد جواني ويا أنفر جابر. فبعد ما كانوا يصورون ستوريات وتيك توكات ويا بعض، للأسف يا حبايب سبب إنه نومار عنده مشكلة حاليا ويا محمد جواني. الواضح إنه نومار جبر أنور إنه هو يشيل الفولو عن محمد جواني بحسبه بالإنستغرام. ودليل على هذا الموضوع يا حبايب، فبعد ما نزل شوية ستوريات ويا أنور، بعد ساعة واحدة يا حبايب هو شال الفولو عن محمد جواني، ولكن جواني إلى الآن ما شال الفولو. فتتوقعون إنه فعليا هو جبر أنور أو لا؟ واكتبنا بالكومنتات شو رأيكم بحركة أنور وشال الفولو. وننتقل حاليا وسام تيكت وياسو سفرهم ويا بعض. فنزلوا شوية ستوريات كانوا من داخل المطار، وبنفس الوقت يا حبايب اللي يسأل إنه هم وين مسافرين بالضبط، فراح أحط لكم الستوريات مالتهم شوفوها أنت عم تعرفون هم وين مسافرين بالضبط. لوين؟ ما ندري. لأي محافظة؟ ما ندري. محافظة مش بلد. يعني حنسافر منطقة حلوة تركيا، فترقب. لوين؟ ما ندري. على أي محافظة؟ ما ندري. وبعد نزلوا شوية ستوريات ومشان بيها من داخل الطيارة، فالله يوفقهم يا رب وإن شاء الله يوصلون بالسلامة. وطبعا ادعوا لهم يا حبايب بالكومنتات إنه يوصلون بالسلامة وما تتوقعون هم يسافرون بالضبط. وطبعا أكيد راح يصوروا لنا فلوقات عن السفر هناك. ننتقل حاليا نورمار ورد على الإشاعات اللي طلعت إنه هو وعايدك وعلاقة حب ما بينهم. فبعد يا حبايب ما قمرمار صارت تحط لايكات للتصاميم اللي تجمع عايدة ويا نورمار، تصاميم حب، واللي كان هي رسالة من قمرمار النور، مثل ما شايفين يا حبايب حط لايك لهذا التصميم الحب بين أنور وعايدة. بالإضافة عايدة يا حبايبهم صارت تحط لايكات لتصاميم الحب اللي بينها وبين نورمار، كانت توصل رسالة انه هي تحب النورمار، مثل ما شايفين يا حبايب هذا التصميم انه هي حطت له لايك. ولكن يا حبايب الغريب الموضوع انه نورمار ينهي هذا الموضوع بالكامل عن طريق انه صار يطي بلوكات لتصاميم الحب اللي تجمعها هو وعايدة. اما بالنسبة ليارا يا حبايب، فبعد ما حطت لايك لواحد من تصاميم الحب اللي كان يجمعها هي ونورمار، مثل ما حطيت لكم اياه بالحلقة السابقة اللي شافها يا حبايب امبارحة، نورمار يا حبايب الرد مالته كان كلش قاسي، فصار يحط لايكات للتصاميم نوعا ما تسيء ليارا، ونوعا ما قاعدين يسبون على يارا صار يحط لها لايكات مثل ما شايفين يا حبايب. وكان نورمار يا حبايب يوضح انه هو ما يهتم لاي احد غير قمرمار، فهو الوحيد اللي محكي عليها ومسائلها، والباقي كله صار يطلعون بلوكات ويحط لايكات تصاميم تسيء لهم. وروح حاليا ليارا وتنزل لها شويه ستوريات قاعده تعلم من خلالها، انه راح اسوي مقطع اسئله ويا شي مو واحد من الاشخاص، اكون راح احط لكم الستوريات مالته شوفوها. راح احط لكم انا هوم بوكس وانتم تسالونا اسئله انا ويا شي مو ورش، اوكي؟ وبدي اقول لكم شيء انه احنا مفاجاه صورناها كلياتنا. يلا توصلوا. صورنا لكم المفاجاه كلياتها، فكونوا جاهزين اوكي؟ يمكن اشيل لكم اياها باليوم، فكلياتكم تكونوا جاهزين للمفاجاه، ولا تنسوا البوكس هون اللي حطيت لكم اياه، راح تكتبوا لنا اسئله انا ويا شي مو ورش، اوكي؟ بس والله حبايبنا وصلت المقطع، اتمنى عجبكم، لا تنسون تفجروا هذا المقطع باللايكات وبس، شاركوا في هذه المقاطع من القصص، احبكم وبس، مع السلامه.